تحدي يا ريت حساسية إجاء كعب الأحبار ماكو، حساسية إجاء وهب بن منبه ماكو، حساسية إجاء مقاتل ابن سليمان ماكو، حساسية يمر علينا بعض نظرياتهم إجاء دولة ماكو حساسية. نعم أكو شخصية موهومة خلقوها هذا عبد الله بن سبأ، وين يا بعض الله متراوينا يا ابن من هذا، شو اسمه، بيا مكان، شو وقت نشاء، كل واحد يعطي نظري شخصية موهومة. وحتى لو صدق دشوف يعني أن هذا يهودي فمعنى ذلك أن الفكر الشيعي يهودي، عجل. شلون يعني أن هذا يهودي؟ هاي مثل قراءة لي إلى كاتب شيء بشيء يذكر، الكاتب يقول لدولة من الأول سلموا بغداد اضطوها إلى التتر، طه ابن العلقمي، خان ابن العلقمي. أولا الرجل ابن العلقمي مو هو اللي سوى القضية، سواها الدويدار، بس قالوها دبوها على عاتق ابن العلقمي، دفرض ابن العلقمي صدق هو واحد خان. الآن الثورة الفلسطينية قتلت لها أكثر من 4000 يتعاونون مع اليهود، وصل العدد 4000. أنا أعبر عنكم بأنكم أنتم مع اليهود، مو فرد كلام بلا طعمه يعني، غير أكو واحد عنده لازم باطل، واحد يعني أكو أيادي مهمتها أن تلغم تاريخ المسلمين، أكو أيادي مهمتها أن تمزق وحدة المسلمين ويكون تنبه إلها، وإلا هذه كل أهدافها أن تجي لتزرع البغضاء والشحناء بين المذاهب الإسلامية. على كل حال أعود للموضوع، هم فعلا